بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم نمر تودع ابنتيها إسلام 7 سنوات وفاطمة 8 سنوات، أقبلوا على الله يغزو دمشق، يغزو الطاغوت في عقر داري. أم نمر، السلام عليك يا أم نمر. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله. اليوم نزلوا جواري أمك محمد، بنات أمك محمد، نزلوا ليقولوا للرافضة والشيعة أننا لسنا حطب لتتدفؤوا عليها كحلب، إننا نارا تلظى عليكم يا أعداء الله، إننا نارا تلظى، إن شاء الله تشفي وجوهكم، تضرب أدباركم يا أعداء الله. اللهم انتقم للمسلمات يا رب المسلمين. كلمة للمسلمين إنمر. صبر، ما في غير الصبر، صبر وصابر. صبر وصابر، وانتم اهلون ان كنتم مؤمنين. صدقتي، الله يجزيك الخير يا رب. شلون عم تبعتي بناتك يا ابن عمر؟ ما عاد في حدا صغير، لانه هلا الجهاد فرض على كل مسلم، كبير صغير، نساء رجال. صدقتي، قال الله تعالى: انفضوا خفافا وثقالا.